ويدخل الاثنين معا لانه ينطق بالمنطق والحق والشيء اللي احنا كلنا مؤمنين به. واللي جابني النهارده وجابكم هدف واحد، احساسنا ان هذه البلد لابد طالما المولى عز وجل اراد لها ان تنتفض واراد لشعبها وشباب مصر هم الكثرة من شعب مصر، ان احنا وانتو شيء واحد. الشعب المصري شبابه هم عنوان الشعب المصري. وانا من شوية كنت بتكلم مع الاخوة الاعلاميين قلت لهم الانسان بالمنطق والعقل يتكلم، لان افضل السبل للوصول الى حق الخط المستقيم بالمسافة بين نقطتين. احنا بنقول شعب مصر تعداده 90 مليون، بلا شك جميع الاحصائيات بتؤكد ان شباب مصر اللي في الفئة العمرية من 15 سنة ل 45 سنة بيزيدوا عن اكثر من 55% من شعب مصر. الكلام ده انا بقوله عشان بعض الناس بتتكلم على الشباب عايز يشتغل لوحده. لا، انا يعني ازعم ان انا قريب جدا من الشباب وبتعامل معاهم، وانا لست شابا، انا شابا قلبا فقط لا غير، ولكن بقول واؤكد ان الشباب حماسته هي اللي مخليه البلد دي دلوقتي واقفه على رجلها. وده حتى في اقرب مشروع بينفذ وهو شق قناه السويس الجديده. لو رحنا المواقع هناك هتلاقي 90% من العاملين في هذا المشروع من شباب مصر، سواء من شباب مدرسه الوطنيه المصريه للقوات المسلحه او من الشباب اللي بيشتغل مع شركات وطنيه بتقوم بتنفيذ المشروع. أنا مش صاحب كلمات حماسية، ولكن صاحب كلمات تتفق مع ما أحس به من داخل قلبي وما يؤكده المنطق والفكر السليم، عشان يكون حوارنا وكلامنا منطقي. أنا بأكد أن القاعدة بتقول أن شبابنا هو نصف الحاضر وكل المستقبل. كيف أتأتى أن يتم انتخاب مجلس نيابي هيكون مسؤول عن كل القوانين التي ستنظم العلاقة بين الناس وبعضها، العلاقة بين الحكومة والشعب، العلاقة ما بين كل ما هو قائم على أرض مصر، ولتكون هذه العلاقة وهذه القوانين معبرة تعبير حقيقي لتحقق المبادئ اللي قام بيها او قامت من اجلها ثورة 25 يناير واكدتها ثورة 30 يونيو. هذه الامور كلها من كلمة العدالة الاجتماعية ليست كلمة صماء، عايزين نحس هذه الكلمة يحس بها اهل الريف. العدالة الاجتماعية ان انا لو معايا 10 جنيه وجاري معهوش جنيه لازم اخد جزء من العشرة اللي معايا اديه للراجل معهوش. العدالة الاجتماعية اما يكون ابني حاصل على جيد جدا في كلية الحقوق ومن حقه يكون وكيل نيابة ما ياخدش هذا المكان، هو يتلفظ منه لان ابوه عامل او فلاح او انسان بسيط، وياخذ هذا المكان اللي ليه ظهر او واسطه او سلطان. اللي خرب مصر وخلانا في هذا الوضع ان كثير من كانوا في السلطه كانت المحسوبيه والعلاقات هي اللي بتعين الناس في الاماكن الحساسه، وده خطا. كان يقول لك ده موقع حساس ما اقدرش احط فيه واحد ابوه فقير او ابوه، لا خطا، لان هذا الكلام كان عامل فجوة. بدي مثال صغير اللي كان بيعاني منه الناس
فالقوانين اللي هتطلع يجب ان تكون قوانين اللي بيكتبها وبيعبر عنها ويدافع عنها ويصر على ان تكون موضع تنفيذ هم الشباب. عشان كده بنقول احنا يعني مع الاخ امين لما بيقول احنا مش عايزين محصة او يعني حصة الشباب قد كده، غلط. احنا عايزين الشعب اللي الشباب هم نصه واكتر، هم اللي يحرصوا على ان يكون ممثليهم ناس من شباب مصر. وشباب مصر على فكرة يا جماعة فيه من المثقفين واصحاب القدرات العلمية والقدرات الثقافية والقدرات الكثيرة جدا، من يستطيع ان يفرز مجموعة تحقق مجلس امناء، مجلس امة او مجلس نواب زي ما هيسموه، هذا المجلس يكون فعلا هو الذخيرة، لان ده هيبقى اخطر مجلس نواب في تاريخ مصر. على فكرة الكلمة دي ما بتتقالش جزافا، ده حقيقي. المجلس القادم لانه في ظل وضع جديد وبعد ثورتين، وهيكون على عاتقه تشريعات. خلاص بقى اللي بيسرق وراد الدولة ما ينفعش يبقى نائب، اللي فسد وكون ثروات بغير حق ما ينفعش يجيبه نائب. ما هو اذا تدخل المال، وده اللي يعني خرب العشر سنين الاخرانيين من مرحلة الرئيس الاسبق حسني مبارك، ايه؟ ان في العشر سنين الاخير استطاع رأس المال، انا مش هقول القذر، لا اقول رأس المال الغير سليم، ان يسيطر على مقاليد الامور سواء في انظمة الدولة او في الهيئات او في الادارات. فما ينفعش نجيب هؤلاء الناس نخليهم نواب لشعب صار، ما ينفعش، مش هيستقيم المعنى. انا عايز اجيب ناس نضاف، ناس، ومش معنى كده انا بقول شباب هترك الخبرات اللي عندي واقول لهم لا اقعدوا في بيتكم، هذا برضك منطق خاطئ. وشبابنا اعتقد اذكى من ان هو ينادي ان يكون وحده، مش ممكن. الحياه لا تستقيم الا لما تكون معبره عن كل شيء، الخبرات. والناس المضاف كتير جدا في مصر، واعتقد ما حدث لينا في الثلاث سنوات الماضيه واخرهم حاجه وقعت، يمكن انا بعيدها وباكدها، تقول ان الشعب المصري ده شعب عبقري عملاق. الشعب المصري في يوم من الايام في سن انتم ما حضرتوش كلكم، بعد حرب 67 الرز اتبع تعريفه، كان تعريفه ليه قيمه، قامت في البلد هوجة وثورة غير عادية، رغم أن يعني في الوقت ده كان زعيم الأمة العربية الملهم والرجل اللي كلنا كنا رغم ما قد يكون هناك من أخطاء، لكن كلنا كنا حاطينه في قلبنا وقلنا يا جماعة عبد الناصر. أنا بحكي لك الفترة اللي فاتت تم رفع أخطر ثلاث سلع أو أربعة بيتعامل فيهم كل المصريين، ولم يحدث احتجاج او ضجر او اي قلق من اي نوع من الشعب كله. الراجل المحلل اللي بيفهم لازم يدي تعظيم سلام للشعب المصري كله، لان هذا يدل على ان الشعب المصري شعب ذكي وفطن وعنده امل، حاسس ان في حد جاي بيقول له في امل ان احنا نكون كويسين. الشعب المصري بيتحمل لاقصى درجات الحمل، ف قال لا انا مش هتكلم ولا انطق على امل اللي جاي. وانا بقول اذا ربنا كرمنا الحمد لله، انا بدي المثل البسيط ده عشان اقول لكم ان الشعب المصري عبقري، مش هيختار بقى زي زمان استعارة، هيختار الناس النضاف، هيختار لانه بيعرف يتصرف وياخد قرار، مش زي ما جماعه اصحاب اليقات والجرافتات زينا كده احنا قاعدين مكتفين نفسنا. لا، الشعب المصري لو جبت واحد فيهم ما بيعرفش يقرا ويكتب وسالته في موضوع سياسي اقسم بالله لا يرد رد ابلغ من اللي يقوله استاذ علوم سياسيه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. وانا مش بقول كده مبالغ، حقيقي هناك طبعا مش كل الناس، لكن انا بقول في ناس من المصريين لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب
لكن هاتوا ناقشوا في موضوع سواء سياسي او اقتصادي هيرد عليه بابلغ مما يرد الجماعه اللي بيعتقدوا انهم خلال الشاشات التلفاز والقنوات الفضائيه ان هم القمه والزبده في الشعب المصري. انا بقول كده عشان اطمن الناس كلها ان شباب مصر فعلا اعتقد ان شاء الله وباذن الله وبفضل تعاوننا جميعا والتفاف الناس المحترمه في هذا الشعب وهم كثر وكثيرين، مش زي ما الناس بتحبطنا وتقول لا ده الفساد اكتر من لا، الفساد في الدنيا منذ ان خلقت وسيظل حتى تنتهي الدنيا. ودليلي في ذلك ان المولى عز وجل لما جه يخلق الكون ويخلق البشر فربنا راح للملائكه، الملائكه اللي هم اطهر ناس، وقال لهم اني جاعل في الارض خليفه. ربط الناس دي هو كانت شافت الخلق؟ ما شافتوش، ما شافتوش، لكن علم العلام الكبير اللي هو ربنا علمهم فراح ردوا قالوا ايه؟ اتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اليس هذا يعني جماعه الفقهاء المدون دول ما بيتكلموش في الحته دي ليه؟ الفساد موجود على الارض وسيظل، لكن احنا كشعب مصر ممكن بذكائنا وايماننا ان احنا نبني بلدنا نحطهم في كورنر ونقول له ستوب، مش هتمشي الصح اذا ادى الامر ان انا اعمل اي شيء معاه اعمله. لكن انا باكد ان الشباب بقى هم انقى ما في مصر وانقى من يريد الخير لبلده، لان هو دي مستقبله حياته. يعني ايه شباب؟ يعني راجل عايز يتزوج ويبقى ليه اسره زي ما والده اتجوز وبقى ليه اسره، عايز يستمتع بالحياه كما يستمتع بها الاخرون. الشباب دول بطاقتهم وامالهم هم الزخ او الذخيره والطاقه اللي ممكن تشيل هذه البلد، وانا ما بقولش تحط لا، تشيلها كده، تشيل الى العلاني والى الرقي والى الرخاء. انا مش هطيل عليكم وباكد انا شخصيا يعني على قد قدراتي ووضعي ساكون سندا لمجموعه تحالف شباب مصر، واحنا يعني مش هقول لهم روحوا دوروا بمناديل وشحاتوا، لا، اقعدوا وسط الناس وكلموهم وقولوا لهم احنا الشباب اهو جايين عايزين ناخد بايدكم وانتوا تحطوا ايديكم في ظهرنا، عايزين نتحط او نشارك في المكان اللي هيأثر علينا كلنا مجلس النواب القادم، عايزين نختار صح بقى، تعبنا من الاختيارات الخاطئه، تعبنا من الاختيار اللي اجيب واحد تحت سطوتي، يعني الاختيار يتم عشان الراجل ده احنا ماسكين عليه ثلاث اربع حيات خمسه ما يقدرش يلعب بديله فهينفذ اللي احنا عايزينه، الكلام ده انتهى. عايزين اختيارات تكون معبره عن واقع حقيقي وهو ان الشعب المصري شعب عبقري وذكي ويهيد الاختيار ويصور في اي لحظه لم يحدث في تاريخ بلد في العالم ان قامت فيها ثورتان خلال سنتين او ثلاث سنين، ما حصل في تاريخ الأمة في العالم كله، ولكن الشعب المصري عملها. إذا هذا الشعب العبقري العملاق يجب أن يثبت للناس أنه عملاق بحق من اختيار مجلس عبقري. الناس الجماعة والأحزاب والتكتلات عمالين يعملوا أعداد وجلسات، ويؤسفني يمكن أنا آسف إن أنا أقول الكلام، الصراع على التورتة والكرسي أكثر بكثير مما في قلوبهم لمصر، وأنا بقول دي على مسؤوليتي. الآن بتحصل عملية تحالفات ولكن لو القريب من هذه الأفعال اللي بتتم هيلاقي إن الناس دي داخلة في قصة عايز ياخد قد إيه من التورتة على الوضع الجديد، مين اللي هياخد كام كرسي ومين. الشباب عجبني بيقول لك انا مش عايز حد يديني حصه، انا ما بطلبش حصه،
انا عايز الناس تعرف ان انا اللي اكثر حرصا على حب مصر ومش شباب او مش لوحدي. الابن الشاطر والمؤدب من تربية ابوه. الابن الناجح المتفوق من رعاية امه وابوه. فهذه القاعدة لابد ان تطبق في السياسة. ما ينفعش اعمل مجلس شعب كله من الشباب. ما ينفعش. لان الشباب لابد ان يكون في معية وحضن الكبار. بس نختار مين بقى الكبار؟ كبار الذين لم يلوث ايديهم بدم مصري، لم تلوث اموالهم باستيلاء على اراضي دولة وعلى اخذ اراضي باسعار زهيدة لو كانت اتبعت بقيمتها الحقيقية كان دخل مصر النهاردة تضاعف لثلاث اضعاف. انا اقول لكم سر، في بعض دول الخليج الثروات اللي موجودة مش بترول، الثروات اللي موجودة اراضي وبيع اراضي وسعر ارض عالية وسعر ارض عالية. مصر نهبت للأسف من بعض وقلة، انا ما اقدرش اقول من كثرة، قلة من ابنائها اللي خدوا الارض بدون وجه حق في كثير من الاشياء، واللي ادوا لبعض المستثمرين. ويمكن انا ناديت بان هيئه الاستثمار والدوله في مشروعات الاستثماريه الجديده لا يتم تمليك ارض الدوله لاي مخلوق كائنا ما كان. المستثمر الاجنبي يجي يستثمر عندي بحاجه اسمها حق الانتفاع، وتظل ارض مصر ملك لابنائها والاجيال المتعاقبه، لان احنا جيل كلنا العمر بيمشي ونيجي لغايه مرحله النهايه، احفادنا اولادنا احفادنا ثم. فيبقى اذا ارض مصر لا تباع لاي مستثمر، والمستثمر اللي جاي يشتري ارض في مصر خاف منه، مش هيعمل استثمار او هيعمل لغايه ما يستفيد ويمشي. لكن من اديله حق انتفاع ان شاء الله حتى 100 سنه 200 سنه حق انتفاع عشان تظل الارض ملك اصحاب. انا اسف طولت، لكن انا باكد وايد وادعم شبابنا وتحالف شباب مصر في رغبته ان يكون على قمه من يحب مصر. اللي هيخش مجلس الشعب عشان ياخد حته من التورته بقول له من دلوقتي ارحل وابعد عشان الناس اذكياء مش هيوهبوك. شباب مصر الوحيد اللي زي عطائه شفت الام وحبها لاولادها، اجمل حب في الدنيا حب الام لابنها. يعني الزوجه تحب زوجها بس في جزء فيه مصالح، لكن الام هو لها حبها حب طبيعي ولا نقدر نقول فيه اي مصلحه. برضك انا اسمحوا لي بقى طبعا مع الفارق، شباب مصر هم اخلص من يحب مصر ان كان بعضنا، عشان نبقى صادقين، لان في حقائق بتؤكد ان بعضنا يعني من ضعاف النفوس موله او حرض او حرض وكان مشكله لبلده واقع. لان زي ما بنقول في اي مجال في العالم لو شفت الاطباء هتلاقي فيه منهم الكويس والوحش والنص نص. برضه اي فئه عمريه او انسانيه نفس الكلام، احنا خلقنا على هذا. فانا بقول شباب مصر شباب الحب والامل والفكر والطاقه، اربع حاجات يعملوا كل منقذات الدنيا. شكرا والسلام عليكم.